رهف قناة كادر الموصلية الأعزاء طبعا علينا، يعني ما عافونا لحظة بلحظة. ثانيا موضوعنا نحن هنا الكهرب، عشان بيرات مدى تكفي، يعني عالم مقبلين على فصل شتاء، يعني يدبر له هيتر 5 امبيرات ما ينطفي، لازم يطفي الكهرب كله يلا يشغل، لانه عنده اطفال وكذا، والمولدات هم ما عاد كفي، يصير انقطاع كثير بالكهرب. العالم يعني جرت الويلات بالصيف، جاء الشتاء ما راح تجر الويلات، يعني كافي مآسي، كافي يعني ليه هنا واحد حقيقي. كم اسعار سعر الامبير هنا المولد؟ تقريبا 14. ايش قد يشغل كم ساعة؟ والله تشغيلهم نظامي العالم، بس هم ما ينطون تقريبا شيء المولدات. شو المطلوب من الحكومة؟ الحكومة نترجى منها، يعني رجاء أبوي. هسه نحن هم أبهاتنا يقومون الدور تجاهنا، من بعد العيد ما شفنا أي مسؤول ما عدا مسؤول واحد يا رجل. وجاء وطلع لمدة 5 دقائق، ما حد يجينا، ما حد ينظر علينا، يا أخي انظروا إلى الأيمن، انظروا إلى اليتامى، وقفوهم إنهم مسؤولين، كافي كافي الشعب من الجنوب أجر الولاد ملتهين بالكراسي والمناصب، ولكنه الشعب ولكن لغبة، ماكو شيء دولة، ماكو شيء نظام، الله المستعان. تطفي 6 ساعات من الوحدة الظهر للساعة 4 يطفي استراحة، يرجع يشغل بالخمسة بالثمانية تجلي. هاي مولدات. مولدات. بعدين الامبير 7. بعدين يجي الوطني من 8 لثاني يوم الساعة بالوحدة. 10 امبيرات تنطوكم؟ اي 10 امبيرات. والله الكهرباء حاليا 10 امبيرات لكل بيت، كل متحول بهذا الدار. بالنسبة للكهرب ال 10 امبيرات ما تكفي. يعني هسه لا حد يعلق لا تنور ولا أي شيء. يعني بتدوب السد البيت. يا مولدات انت تسع مولدات؟ كل التسع في مولدات. كيف سعر الامبير؟ الامبير هنا ب 9000 دينار، يشغل من ساعة واحدة إلى ساعة 8 بالليل. وال 10 امبيرات الوطني هم ياخذون منكم فلوس؟ لا لا بلا فلوس، حاليا بلا فلوس. شنو مطالباتكم من الحكومة؟ مطالباتنا كثيرة من الحكومة ولكن ما حد ينفذ. يخشى هاي الناس اللي شلون عايشة؟ عايشة بنص القبور، بنص المستقعات، هاي الناس عايشة، عايشة بالتراب. جاينا شتاء ما ينطنا إلا 5 امبيرات. أريد يا بكي يزيدون هيا. تستخدم بس 5 لو 10؟ 5 امبيرات، الدكاكين 5 امبيرات. هسه أنا ابني قاعد هنا ما يقولون ينطوه. هو واير ما عندنا. أنا عاد أنطيه من الدكان من عندي من المحمل. شنو المطلوب من الحكومة؟ المطلوب عشان مطلوب من الحكومة. مطلوب من الحكومة بكي يوفرونا الكهرب، يطعونا أزيد يعني من 5 امبيرات أو 10 امبيرات. ما تكفي 10؟ ما تكفي. إيه هسه حمامات إذا جاء شتاء شلون الحمامات ما تكفي، هيترات ما تكفي. بكي يوفرونا شوية كهرب. كيف سعر الأمبير؟ هسه الأمبير ب 7000 دينار. مولدة. مولدة إيه. وهذا في 10 امبيرات. بس استراحة ماكو، العدل يعني واحد هسه المولدة، هاي المولدة يمنا يشغل الصبح ما يطفي. والله يا ابو الكهرباء كل شيء ما مستفادين منه الصراحه، يعني لا نقدر نشغل بيها تنور مال خبز يخبزون، لا حمامات، لا يا دوب الاضويه بس على الواي يقدمونا غير شغله مال شغل التنور يفيدنا بخبز وبشيء. انت ترجع مثل الوضع الحمامات على الواي. والله يا ابا اتمنى مثل ما عملوا ولي علينا بديج، خلي ابو ولي علينا هالساعه بهاي الشغله. عشان بيرات ما تكفي، بس احنا نطالب من الحكومه مدارس، مستوصف، خدمات. نريد خدمات ماكو هنا، هاي المنطقه من المزابل، النفايات كلها مقومه، ولا يجي ابو بلديه ينظف، لا يجي ابو الصحه من هنا ايش تحتاجون؟ هاي صار لنا اشهر قاعدين هنا ما جاء واحد قال لكم مركز صحيح. لا زين وضع الكهرباء زين، والامبير ب 7000 دينار والتشغيل مستمر.